ريكوردينج ان بروجريس. طب احنا شيرنا السكرين، شيرنا السكرين، تمام. طيب يا شباب، الان ننتقل لشق اللارافيل. رايت ريك معاك. اول شيء عشان تشتغل لارافيل، خلينا ناخذ هذا الملفين، رفعت لكم اياها انا، اللي هو الانتروداكشن تو لارافيل. لارافيل مبنيه على ديزاين باترن اسمه ام بي سي، مر عليكم، اللي هو الموديل وفيو وكنترولر. هاي التقسيمه يا شباب بتساعد في الشغل. شو هي التقسيمه اصلا؟ بتقسم شغلك الى فيو، اللي هي الواجهات، اللي هي صفحات الاتش تي ام ال اللي وظيفتها عرض البيانات. هذه الفيو هي بتصير منها الريكوست، تمام؟ الريكوست معظم الاحيان بيتم ارساله لحاجه اسمه كنترولر. كنترولر فيه اللوجيك، فيه الاف، فيه الفور، في لوجيك بدك تطبقه. طيب بعض الكنترولرز او بعض اللوجيك بده يستخدم حاجه من داتابيز. داتابيز التعامل معها بصير من خلال مين؟ الموديل. يبقى الرابط بين الداتابيز والمشروع تبعنا مين هو؟ الموديل. كل موديل، كل كلاس من نوع موديل هو عباره بيمثل جدول في اللارافيل، بيمثل جدول في الداتابيز. كل اوبجكت من هذا الموديل عباره عن رو من الجدول. واضح كيف؟ يعني الكلاس اللي اسمه الموديل اللي اسمه يوزر بيمثل جدول اليوزرز. الاوبجكت من هذا الموديل بيمثل ايش؟ يوزر واحد. مفهوم الكلام؟ في معظم الاحيان فيو بطلب من كنترولر، بودي على كنترولر، الكنترولر بطلب من موديل، والموديل بيرجع للكنترولر، والكنترولر بيطلب مين؟ الفيو اللي تعرض البيانات. قليل من الاحيان اللي الفيو بتعاملش مع كنترولر، بتعامل مع مين؟ مع موديل مباشرة بس. في هذه الحالة أنت فقدت أي قدرة على إنك تكتب أي لوجيك، فيش إف فيش فور مباشرة، اللي بيرجع من الموديل بتاخده وين؟ فيو. واضح يا شباب؟ مفهوم التقسيمة هاي؟ طبعا الكلام ده راح يوضح معنا بشكل عملي. هاي التقسيمة بقول لك من أشهر الديزاين باتر. هذا قسم لك الشغل، بالتالي بصير الشغل أسهل. دائما لما تقسم الشغلات بصير التعامل معها أسهل. الموديل قلنا هو بيمثل، كل موديل عباره عن ايش؟ اوبجكت. الموديل، اسف، الموديل عباره عن كلاس، كل اوبجكت منه عباره عن ايش؟ عن واحد رو. الفيو في اللارافيل في الها صفحات الفيو بتكونش دوت اتش تي ام ال ولا دوت بي اتش بي، بتكون دوت بليد، دوت بي اتش بي، اللي هي هذا انجن خاص باللارافيل، انجن خاص. والكنترولر بيكون فيه ايش؟ اللوجيك. طيب عشان ننزل لارافيل بدنا خمس شغلات، ثلاثة منهم نزلناها لما تعاملنا مع البي اتش بي. اكزامبل نزلنا ثلاث شغلات، هي البي اتش بي والماي اس كيو والاباتش سيرفر، صح؟ طيب بدك الكومبوزر والجيت. الجيت شو بتكتب؟ كوماند لاين. كومبوزر هو الديبندنسي مانجر، هو مدير المعتمدات او الشغلات، اللايبرري والمكتبات اللي بيعتمد عليها مين؟ اللارافيل. فانا الان احنا مطالبين ننزل ايش؟ كومبوزر والجيت. واضح اللي بيلعب في جوال. طيب فانا عشان انزل كومبوزر بروح على هذا اللينك، بفتح اللينك هذا، بقول له هيو نزل لي هذا الكومبوزر، بنزل عندي هان، بفتحه، بعمل له نيكست نيكست نيكست. بس في شغله بدك تحددها هان، هي ايش؟ مسار البي اتش بي اللي عندك هان، البي اتش بي في الاكزام نفسه اللي عملنا الانتربريتر، بحطه هان ونكس نكس نكس بينزل معك. واضح؟ واضح شو الكومبوزر. الشغله الثانيه اللي بدك تنزلها مين هي؟ الجيت. جيت داونلود وعملناها قبل هيك للويندوز وبتنزله برضه، بينزل معك ايش؟ نكس 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 بينزل. واضح يا شباب؟ فزي ما حكيت لك احنا محتاجين ننزل الخمس شغلات هذول. طيب هذه السلايد تحكي لك عن تاريخ اللارفل. تحكي لك عن تاريخ اللارفل. طبعا اللارفل بيقول لك هو باورفول 2011، فيد للسمول والميديم ايش؟ بروجكتس، وهي اوبن سورس. هاي فوائدها، بعض فوائدها زي السكيورتي، سهوله الاستخدام، واضح ايش معناها. بعض فوائدها زي انه بتستخدم كومبوزر، انه بتستخدم ارتيزن، فيه كويري بيلدر. راح ناخده ونفهم ايش معناه. بصدق هذه ميزات بس احنا مش كلها فاهمين، لما ناخذها بنفهم شو ايش كان قصده. طيب
فزي ما حكيت لك انت محتاج تنزل مين؟ كومبوزر والجيت والاكزام. ليش الاكزام؟ عشان انزل لي ثلاث شغلات صح؟ كيف بنشئ مشروع لربك؟ هذا اول شغله هناخذها، كيف تنشئ مشروع لربك؟ تيجي في المكان اللي بدك تنشئ فيه، وليكن هان انا اعمل لكم في نفس فولدر البي اتش بي كودز، عملت فولدر ايش؟ ضرب الكودز. تيجي هان بتقول له ايش؟ تفتح بالزر اليمين عشان الجيت عندنا نازل، هتلاقي جيت باش هير. بعدين الجيت عندنا نازل هتلاقي ايش؟ جيت باش هير، واضح؟ عشان نزلنا الجيت، هاي جيت باش هير. شو بتكتب هان؟ بتقول له كومبوزر، الكومبوزر عندنا نازل مظبوط، كومبوزر جلوبال ريكواير تيجي هان اللي بنعمله الان، بدنا نجهز اللربل. بقول بي اتش بي، بتقول كومبوزر جلوبال ريكواير لارافيل سلاش انستولر، واضح؟ لا انا رجعت بخلي اللارفل عندي جلوبال، بنزل اللارفل بخليها جلوبال، واضح؟ الان اللارفل يفترض انها نزلت، تمام؟ الان بقدر انشئ مشروع، بقول له ها اللارفل نيو، بدي له اسم المشروع لارفل، رقم الشهر 114 مظبوط، لارافيل، تمام؟ لانه ايش حيسوي؟ حنزل لي مشروع حان ايش اسمه؟ 114، واضح؟ طبعا هو شويه بياخذ وقت بسيط ها حسب النت اللي عندك، فهي اي ملفات المشروع قاعده تنزل. هيك انا اسوي هذا كله لحاله، يعني هذا كله لحاله، هذا المشروع. لو انتبهنا على شغله ها، لو شفنا حجم الفولدر هذا، في عندي حوالي 46 ميجا مشروع وانا ما كتبتش فيه ايش ولا سطر، هذا اكيد مشروع فاضي، واضح؟ زي لانه زي ما انت شايف في كثير ملفات ومكتبات نازله معه. طيب خلص هذا، هيو خلص، لما بنروح على البي اتش بي ستور بقول بنفتح مين المشروع، هاي فايل اوبن في الفولدر اللي اسمه لارافيل كودز، كان مشروع اسمه ايش؟ لارافيل 100، وينها مش مبينة عندنا ايش؟ كمان مرة لارافيل بي اتش بي لارافيل كود، هاي لارافيل 114 في نيو ويندو، تمام؟ ايش؟ 14 15 احنا وين شغالين؟ ضرب الكودز ضرب ال 114 صح؟ عمر هاي فايل اوبن ضرب ال 114 اي مظبوط؟ بغلقه في نيو ويندو وسكر هذا المشروع القديم. الان لو انتبهنا هان، هاي ملفات المشروع اللي نزل معي، هاي ملفات المشروع، المشروع بينزل فيه معي كثير فولدرز، راح احكي عن بعضهم بشكل سريع، مش حتستوعبوا معايا كل حاجه، ولكن كل واحد بنشتغله بتفهم علي ايش كنت احكي، واضح؟ بس بشكل سريع ايش كل واحد بيعمل، ايش كل واحد فيه ملفات. عندنا ملف الاب، لو فتنا الاب في عندنا هام ملف للموديلز اللي هو الام بي سي، مش ام لا بسجل. تمام، اللي هو مين؟ الموديل مظبوط. فالبي اتش بي بيجي معها، اللارفل بيجي معها موديل واحد جاهز اسمه ايش؟ يوزر. يعني لو بدي انشئ الداتا بيس حنشيل اليد ولا اليوزر في الحال. بلس في عندنا في الاتش تي بي تلاقي مين؟ كنترولر اللي هو السي، لو طلعنا في كنترولر واحد اسمه كنترولر جاي باي ديفولت، حلو الكلام؟
الفي تلاقيه الان في الريسورسز، هاي الفي الفيو. ولو اطلعت في فيو واحد اسمه ويلكم، ويلكم دوت بلاي دوت بي اتش بي، واضح؟ واضح هون بلاقي الام بي سي، واضحات شوي هدول. طيب في كمان في الاتش تي تي بي هان في فولدر اسمه ايش؟ ميدل وير. ميدل وير هذول كود تكتب في كلاسات، وظيفتهم الميدل وير اللي بتستخدمه بفحص لك الريكوست. يعني مثلا لو بدك تفحص الريكوست من ناحيه عامل لوجن ولا مش عامل لوجن، في هنا ميدل وير بفحص لك لحاله مش كود. في ميدل وير يفحص لك مثلا نوع الاي بي، عدد الريكوست اللي بدها تصير مسموح فيها اقل من كذا او اكثر من كذا. يعني الريكوست تنفحص بالميدل وير اللي انت بتحطه عليها. واضح ليش الميدل وير؟ راح ناخذها ونفهم. تمام، هذا بالنسبه للاب. بالنسبه للكونفج، هذه كونفج الابلكيشن كله، معلومات عن الموقع. لو لاحظت منو بيقرا قاعد من الانفايرمنت، في ملف هذا اسمه دوت انف، شايفينه هذا؟ هذا اللي فيه بيانات الموقع كلها، اسم الابلكيشن، نوعه مش عارف ايش، نوع الداتابيز، وين مكانها، البورت، شو اسم الداتابيز اللي راح ينشئه، شو اليوزر نيم، شو الباسورد. واضح يا شباب؟ بدك تعدل على الداتابيز بعد اللي منها، وين مكان اللوج مش عارف ايش، كله مخزن هنا، معلومات الموقع بشكل عام. وايضا في كونفيج للداتابيز، لاحظ داتابيز الديفولت من هي، لو غيرتها الى اس كيو ال لايت، هي معلومات اس كيو ال لايت. عشان هيك مجرد بس انك تغير هذا للنيو داتابيز بقلب لحاله. يعني احنا في اللارافيل ما بنكتب كويري، بنكتب السلكت. احنا بنتعامل مع مايجريشن سيدو فاكتوري تبع اللارافيل، لحاله بيحول هذا اللي انت كتبته لاي داتابيز بدك اياه. يعني فيش داعي تعرف اس كيو ال لايت، فيش داعي تعرف بي اس كيو ال، لو بس بينفع تستخدمها استخدام اللارافيل. انه يعني لحاله بيتعامل مع اي نوع من ايش؟ نوع داتابيز، تكتب سنتكس لارافيل هو بتحول اللي بدك اياه داتابيز. هاي الداتابيز، هاي المايجريشن والسيدو الفاكتوري، هذا اللي بيعمل ترحيل للداتا على الداتابيز، من عندك على الداتابيز. راح تشوف سيدر هو اللي بيزرع الداتا، فاكتور هو اللي بيصنع الداتا، وهذا هو اللي بيرحلها. يعني لانه بامكاننا في الداتابيز في اللارافيل انشئ داتابيز وهميه، نعبي الداتابيز من عندنا، بتمر اعبيها انا من هناك، اقول له اعبي لي بيانات وهميه. واضح؟ الجداول ومطابقه للشروط اللي بدي اياها. ملف البابليك فيه هذا الملف، هو اول ملف بيجي الريكوست، ملف الاندكس غير ما نتعامل معه. ملف الريسورسز فيه ايش؟ سي اس اس وجافا سكريبت، ملفات فيو. ملف الروت يا شباب فيه هذا ملف، اهم ملف عندي. هان انت بتحدد المسارات تبعت الموقع. شو هي المسارات؟ الروابط. زي ما انت شايفين بقول لك الروت هذا، يعني لو واحد طلب الموقع وكتب سلاش وديه على الفيو اللي اسمه ايش؟ ويلكم. بعد شويه ممكن اعمل سلاش اد ادمن واكون عامل فيو لمين؟ للاد ادمن. هنا انا بحدد مين؟ العناوين، كل عنوان وين يودي؟ فهمت ايش بنحط في الويب دوت بي اتش بي؟ كل عنوان، كل رابط وين يودي؟ او ايش يعمل؟ هنفهم الان كمان شويه. الفيندور مكتبات كلها تنزل مع اللارافيل، ملف كبير. ملف الكومبوزر وملف الارتيزن، هو الكوماند لاين اللي بيستخدمه الارتيزن هذا. حكينا على الام. تمام؟ هاي التقسيمه يا شباب انا شرح لك اياها هاي نهان، ولكن هي بتوضح اكثر لا بالشغل. هاي الملف هذا. طيب حكينا على الاب، حكينا على الكونفيج والاب والداتابيز، سيد والفاكتور والمايجريشن، حكينا عن البابليك، حكينا عن الريسورس ستورج اللي هو بيكون في ملفات اللوكس كمان ما حكيناش عنه، والفيندور. واضح يا شباب؟ ملفات كثيره شوي شوي متعرف عليها. واضح؟ رح نبلش اول موضوع في اللارافيل، موضوع الراوت. ايش الراوت يا شباب؟ زي ما حكيت لك تحط رابط
وبتقول لو انطلب هذا الرابط ايش يعمل؟ وين يروح؟ حلو الكلام؟ اول نوع من انواع الراوت اسمه البيزك راوت، اللي هو هذا الشكل، هذا بنسميه بيزك راوت. شو بتكون من ايش؟ شوف علي، استدعي الكلاوز اللي اسمه ايش؟ راوت. طبعا كلاوز انت مستدعي زي هيك، شايفه عامل له هانيوز دومينيت سبورت فساد روت، واضح؟ يعني مخزن هذا الكلاس. كون هاي الاشاره زي هيك معناته هو مستدعي فانكشن شنو؟ ابستراكت، صح؟ عشان هيك مش هذا الكلاس فيه فانكشن ابستراكت زي البي اتش بي، مستدعيها بالسكوب اوبريتور. هذا شو اسم الفانكشن؟ جيت. تديها اليو ار اي اللي لو انطلب تديها شو يعمل؟ لو انطلب هذا السلاش، ايش يعني سلاش؟ يعني اسم الموقع بدون حاجه بس سلاش. وديه وين؟ بيستدعي الفانكشن هذه الكلوجر فانكشن، فانكشن ما لهاش اسم، لانه ما بدي استدعيها في اي مكان ثاني، بس بدي انفذها هنا. شو فيها؟ بتقول له ريتيل لفيو. شو اسم الفيو؟ ويلكم. وين الويلكم؟ هي الفيو اللي اسمه ويلكم، ويلكم دوت بلاي دوت بي اتش بي. افترض لما تيجي انت هان تروح على الموقع، احنا حتى الان ما شغلناش الموقع، صح؟ الان تيجي هان، يا بتكتب الكوماند بدك اياه هان، يا بتكتب الكوماند هان، نفس الحاجه. عشان تشغل الموقع بتكتب بي اتش بي ارتيزان سيرف، هيك انت بتشغل مين؟ الموقع. الموقع اشتغل، وهي اي الرابط، طب اضغط على الرابط، هي الصفحه، صفحه الويلكم. مين اللي خلى، مين ودى عليها؟ لو انت هان طالب اي روت بسلاش سلاش، مودينا الويلكم، هي الويلكم. لا اذا عملت لا تكون شغال لود جي اس باك اند، لا مش شغال الربع. هان هاي الصفحه الهوم او الويلكم، طبعا فيها روابط للدوكيومنتيشن تبع اللارافيل، فيديوهات تبع اللاراكاست شرح، يعني هاي الدوكيومنتيشن تبعها. لو فت هذا لو اتقنت خلصت لارافيل. مع سبيل المثال لو بدك تشوف مثلا كيف تعمل انستليشن، يكتب لك هان، شايف نفس الكلام اللي عملناه؟ واضح؟ واضح يا شباب الدوكيومنتيشن؟ بدي اقول لك اياه انه هذه هي السلاش، هي الروت سلاش. مين خلاه يروح هان؟ مين وداه هان؟ الروت سلاش بودي على الويلكم. فانا قادر اقول له هان نعمل روت جديد، هاي استدعي الكلاس اللي اسمه روت، اقول له لو حط طلبك بالجيت واعطاك الروت اللي اسمه روت واحد، قول ايش عمل؟ بقول له اعمل فانكشن البودي تبعها، بديش يرجع حاجه، بديش يرجع روت فيو، تقول له ايكول ايش لهاي. فلما بدي اجي هان انا واقول له سلاش روت واحد، خد ايش يقول لي؟ في شغله كويس انا بينت معنا، خليك معي ايش صار. هذا الكلام صار توي مع الطالبات اللي قبليكم، كنا شغالين على موقع ثاني، فضلوا مكيش بعض الشغلات، بس لاي موقع اشتغلنا مع الطالبات ظلوا مكيش، البراوزر مكيش شغال على الموقع، فاهم علي ايش بقول؟ البراوزر اللي حافظهم. ان قبل شوي كنا عاملين ريدايركت، اذا واحد بطل روت واحد وديه على روت اثنين، ليش خلاه يعمل هيك؟ مكيش البراوزر، مكيش الكلام هذا. فبدك تيجي هان تقول له بي اتش بي ارتيزان كلير كاش، طبعا هو مش شايف الارتيزان، ليش؟ بدنا نفوت على المشروع سي دي لارافيل 100، نفوت على المشروع عشان نشوف احنا وين واقفين في اللارافيل كود، صح؟ نفوت على المشروع اللي اسمه 100، نعم لينكس 100 و14 114، بتقول له بي اتش بي ارتيزان كلير كاش، بي اتش بي ارتيزان بي اتش بي ارتيزن كاش كلير، اسف كاش 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 كلير از نو كوماند كاش كاش.
كاش كاش هيك صح؟ Did you mean ايش هذا؟ اسف 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 كاش تمام هيك هو حذف نظف الكاش تبعنا بنرجع ايش نقول له؟ سلاش روت ضل بيعمل كاش فبروح على البراوزر هان ايش بنقول له؟ سيتنج لا 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 برايفسي اند كلير براوزنج بدي احسب بس البراوزنج هيستوري هذه كاش ايمج فايل بس البراوزنج هيستوري كلير داتا تمام نرجع هان نقول له طيب سكر البراوزر ونشغله المشروع القديم شغال وطفينا احنا طفينا مشروع اللي بتاع الطالبات طفينا طيب نيجي هان كمان مرة وهاي بي اتش بي ارتزن كاش كلير شو بنعمل احنا بنفتح الصفحة ايوه هان شغال هو افتح هذا بقول له ايش سلاش روت واحد cookies and other sites cached image and file very clear تمام وين صار ودينا؟ ضل فروت واحد طبعا هاي شو كان احنا عملناها هنا يو صح ولا يا شباب؟ لا ما انشاش صفحه الفيو احنا عملنا ايكو بس لهاي صفحه في صفحه فاضيه البراوزر هذا بيسموه بيزك راوتنج بروح الطلب بوديه على فانكشن واضح الكلام؟ او ممكن تكتب على الكود اللي بدك اياه مثل فانكشن تقول له مثلا اكس بتساوي 2 زائد 5 وانا تقول له هاي وجنبيها تعطيه مين؟ اكس ايش هيكتب لك؟ هاي 7 واضح؟ في مكان في الكود اللي بدك اياه ماشي يا حبايب؟ طيب النوع الثاني من الراوتينج هو الاكثر شيوعا انا قلنا الراوت وين يودي؟ راوت بيعطي كنترولر فيو تعطي كنترول كنترولر بروح وين؟ على موديل فيفترض الراوت اذا حد بطلبه بنودي على كنترولر بنقول هذا الراوت نقطتين جيت اذا واحد طلب الموقع باستخدام الجيت اللي اسمه مثلا راوت 2 وين نودي؟ على كنترولر صح؟ فيش عندنا الا كنترولر واحد طيب شو اسم الكنترولر هذا؟ اسمه كنترولر صح؟ شايفينه؟ فبدي اقول له اذا حط طلب هذا الروت بديه على الكنترولر الكلاس وبالتحديد سوري بالتحديد وديه على الفانكشن اللي اسمها شو؟ طريقة هاي وهذا بين قوسين كأري واي سيمي كول شو اللي بيصير الان؟ اذا واحد طلب روت 2 وين حيوديه؟ على الكنترولر على الفانكشن اللي اسمها شو؟ جرب نطلب روت 2 ايش قال لي؟ الميثود شو does not exist يعني الكنترولر راح عليه هو بس ما لقاش فانكشن اسمها ايش؟ شو انا لو عملت له هنا فانكشن اسمها شو قلت له هنا ايكو لهاي فروم كنترولر وهذا الكلام في سنجل كوتيشن جينا عملنا ريفرش واضح؟ يعني الروت وين وداني؟ على كنترولر قبل شويه كان الروت يجيب فيو او يكتب اللي بدي اياه هذا نوع ثاني من الراوت الروت او من الراوت على كنترولر هون على نفسك يا ابني هون على نفسك انت مخك مشان ها ان شاء الله يتجوز ويرتاح
خليه يحس ولا التزيين اللي شغال اليد. طيب انا وين كمل. هذا نوع تاني من الراوت مظبوط. الراوت النوع الثالث من راوت، وهذا قليل الحدوث، اللي هو الراوت على فيو مباشرة. كيف نعمل الكلام هذا؟ بتقول له راوت نقطتين فيو. إذا واحد طلب هذا الراوت، والراوت اللي اسمه مثلا روت 3، وديه على الفيو اللي اسمها ايش؟ شنو اللي هي ويلكم. يعني غير احنا الراوت وين وديه؟ على فيو، يعني مش هروح على كنترولر يعمل اي لوجيك، ولا فانكشن يتنفذ اي لوجيك. من روت على فيو. فطلبنا الروت 3 وين ودانا؟ على الويلكم. واضح؟ النوع الثالث او الرابع من الراوت، خليك معي. ها واحد يكون بعضه تمام. الآن في عندك الراوت 2 وراوت 3 صح؟ بلاش هذول، نعمل هذا. نعمل الراوت هذا، أو لا خلي هذول كلهم نوقف، بس خلي الأول هذا خليه زي ما هو، دول نعمل لهم كومنت. نعمل هاي راوت اسمه راوت اكس. إذا حد طلبه بنقول له ايكو ويلكم تو راوت ايش؟ اكس. نعمل راوت ثاني اسمه راوت ايش؟ راوت واي. إذا حد طلبه بنقول له ويلكم تو راوت واي. في مشكلة هيك؟ اطلب راوت اكس. قال لك ويلكم تو راوت اكس، اطلب راوت واي، ويلكم تو راوت واي. واضح؟ الآن بدنا نيجي لهذا. إذا حط طلب راوت اكس بدي أوجهه على وين؟ على راوت واي. فرضا هذه الصفحة التغت، بس الناس حافظين الرابط تبعها، فبطلب راوت اكس كل مرة صح؟ بس أنا لغيتها، صار عندي صفحة جديدة منها اسمها راوت ايش؟ راوت واي. شو بسوي؟ بقول له إذا واحد طلب راوت اكس اعمل له ايش؟ ريتيرن ريدايركت على الراوت اللي اسمه ايش؟ للاسف هذه بتاخدش اسم الراوت هذا، تاخد نيم. بدك تسميه للراوت هذا، كيف اسميه؟ تيجي هنا بتقول هذه اعطيها ايش؟ هذا الراوت اعطيه نيم، سميه اسم جديد. ممكن يكون نفس الاسم تبعها عادي، ممكن يكون مختلف، سنسميها نيو بيج. كله هان ايش؟ نيو بيج. لو واحد طلبه اكس وانا حوديه الان على واي، يعني مظبوط؟ قبل شوية كنا نطلب اكس، كان نروح على اكس، الآن نطلب اكس وين بوديك؟ لاحظ؟ مفهوم شو اللي صار؟ لغينا هذا الكلام، رجعناه زي ما كان. تطلب اكس وين بوديك؟ على واي. تطلب اكس بوديك على اكس. حلو الكلام؟ طيب في طريقة ثانية عشان تعمل ريدايركت، تحويل، ومنحتاجش فيها التسمية هاي، مش هنحتاج التسمية، خليها بس مش هنحتاجها. شو بتعمل؟ قول راوت ريدايركت. لو واحد طلب راوت اكس وديه على وين؟ وديه على راوت واي. احتاجنا الاسم هذا. اذا واحد طلب اكس وديه على واي. اطلب اكس وداك وين؟ على واي. واضح؟ شو ميزة الطريقة هاي؟ أنا ممكن تاخذ متغير ثالث هان، اللي هو ايش؟ نوع التحويل. الديفولت هو 302،
تحويل مؤقت، عشان هيك قبل شوي لما كنا نشيله فالتحويل يرجع عادي صح؟ ف302 لو حولت هيك اكس 1 بوديك اواي صح؟ شيل التحويل هذا اكس 1 بودينا اكس 1 بودينا على اكس، لو انتهى التحويل صح؟ التحويل مؤقت، بس لو عملنا 301 هذا تحويل ايش ماله؟ تحويل دائم، يعني البراوزر بينفع يكيش انه اي واحد بيطلب اكس بعد هيك يوديه وين؟ او اي، حتى لو شلت التحويل هذا. يعني ايش بقول؟ تعال الان اطلب اكس وداك وين؟ او اي تمام، بس شيل هذه روح اطلب اكس كمان مره سيب، يعني كيش التحويل، لانه قلت له التحويل ايش ماله؟ دائم. واضح يا حبايب؟ واضح الفرق بين هذول الطريقتين؟ فنيجي للسلايد، حكينا على انه كل شغلنا في هذا الملف هي التحويل البيزك لكلاس اسم الفانكشن، ندي له شو اسمه الراوت، ندي له مين؟ شو يعمل؟ هي كلوجر فانكشن. هاي التحويل وين؟ على كنترولر. طبعا هذه الطريقه بتاعت الكنترولر فيها طريقتين تكتبها، في مجال تكتبها بالطريقه هاي، ممكن تعيد صياغتها نفسها زي هيك راوت جيت، شو اسم الراوت هان؟ مش عارف راوت وات ايفر راوت 5 مثلا كله، بدل ما هيك تفتح زي هيك كنترولر ات اسم الفانكشن، وهذا كله بتحطه داخل ايش؟ داخل السترينج. واضح؟ هذه نفس هذه، بس انا بفضل هذه ليش؟ لانه هذه تكتب انت داخل سترينج بس هان بكمل لك، يعني هذا وانت بتكتب هيك كنترولر بكمل لك اللي بدك اياه، لانه انت ما بتكتبش سترينج قاعد. واضح؟ الشغله الثانيه شايف هذه الطريقه بينفع اختصرها، تعمل يوز لهذا هان فوق تحت كيف استدعيه؟ بس اكتب كنترولر مش لازم احط المسار كامل، فانت تعمل له يوز فوق. ايوه واضح يا شباب؟ وطريقتين عشان تعمل تحول من راوت على كنترولر، يا هيك يا هيك. انا بفضل الطريقه هذه. اه طبعا انواع الفانكشنز، يعني هذا الراوت كيت صح؟ مسار مش يعمل، ممكن تعمل راوت ايش؟ بوست، ممكن تعمل نفس اليو ار اي يعني سلاش راوت واحد وسلاش راوت اثنين، بس اللي بيختلف مين؟ الفانكشن. تقول له اذا واحد استدعاه لهذا الرابط بالجيت يعمل شيء، اذا واحد استدعاها بالبوست بيعمل شيء ثاني. اللي بيختلف مين؟ اذا واحد بعت لك ريكوست باستخدام الجيت بيعمل اكشن غير اللي بيعمل وقت اذا استدعاها باستخدام مين؟ البوست ديليت والباتش. طيب حكينا على موضوع مين؟ التحويل. ولما كنت تحول هيك بالريدايركت تدي الاسم الراوت الاول اسم الراوت الثاني صح؟ وتحدد الرساله. شايفين دي اللي بتحط 301 هذا التحويل ايش اللي صار؟ دايم. اذا بتكاش تستخدمها ممكن تستخدم فانكشن اسمها ايش؟ بيرمننت ريدايركت. كانك حط كان هذا بتسوي هذه يعني. اه فهم؟ طيب هاي التحويل بطريقه ايش؟ الطريقه الثانيه، حطينا هذه اسم قلنا له بطلب اول بيج وديه وين؟ النيو بيج. وهذا مفهوم مين؟ الراوت يودي على فيو. اذا حط طلب هذا الراوت بوديه وين؟ على فيو. هاي واضح؟ لحد الان شرحنا في المحاضره الماضيه، هذا عنده سؤال؟ طيب يعطيكم العافيه ونشوف